عنوان كبير وهي حلب تنتصر، طبعا بسبب انتصارات جيشنا العربي السوري في الشمال وخاصة في مدينة حلب. فتم من خلال الأستاذة الدكتورة هبة العواد بالتعاون مع طلاب السنة الرابعة وطلاب دراسات العليا في قسم الجغرافيا توثيق المباني الأثرية التي أصابها الدمار. فتم إعداد 13 مخطط للمباني الأثرية في مدينة حلب وريفة، تم من خلال تقييم الدمار فتم تصنيف إما تحت 25% أو بين 25 و75 أو فوق 75% دمار. هذا المعرض جاي لحتى نلقي ونسلط الضوء على المباني الأثرية اللي تضررت ونسبة الضرر اللي لحق بهاي المباني. فطبعا أخذ كل لوحة من هاللوحات بتحكي عن حي من الأحياء ونسبة الضرر الموجودة فيه وفق ثلاث مستويات من الضرر. فبإذن الله يطلع المعرض يعجبكم ويطلع معرض مرتب. وطبعا هذا المعرض انشغل من قبل طلاب قسم الجغرافيا طلاب الدراسات العليا بجامعة دمشق. إجا المعرض هو نتيجة عمل طلابي لقسم الجغرافيا شعبة الخرائط وزر المعلومات الجغرافية، وبمناسبة انتصار حلب وتوحيدها ومن جد انتصار سوريا قمنا بإجراء هذا المعرض. وكان في عنا فعاليات أخرى إن شاء الله تكون في المعارض المقبلة لكل المدن السورية، وإن شاء الله بانتصار سوريا بدها تكون كل معارضنا عن سوريا وكافة المدن السورية. أنا مشاركتي هي بوستر عن حلب ككل، المدينة ككل بحكي عن نسب الدمار بالمدينة ككل، وفي عنا ثلاث مستويات للنسب. هذا الشغل بيبيننا كل حي قديش فيها نسبة دمار. تقريبا حي السليمانية ما فيه دمار نهائيا، هيك طبعا تبين معنا بالنسبة بس للمواقع الأثرية اللي فيه. أما أكثر المناطق اللي فيها نسبة دمار كانت عنا العرقوب وكرم الجمل وقرلق. هلأ نحن هي القواعد البيانات اللي عنا ممكن نعتمد عليها فيما بعد مرحلة إعادة الإعمار.